لا لا، مش كفاية مش كفاية، لأنه الرقابة بترجع للتجار نفسهم إذا كان عندهم إيمان بالله قوي. هنا الشعب حيرتاح نفسيا من التجار مش من الرقابة، لأنه مش معقول الرقابة يعني حتتابع كل تاجر شو ببيع، وحتحط كل موظف من عندهم في عند تاجر، فهذه بترجع للتاجر وضميره عند ربه. والله بنسمع كثير يعني الفترة اللي راحت هاي كثير بنسمع انه في مسكوا كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، ومن زمان يعني، وكل مرة بتسمع كل شهر بتسمع نفس الخبر. لا والله ما في شكاف. والله أنا بفترض حسن النية ابتداء، وبالتالي هناك مؤسسات معنية بهذا الأمر، ولا بد انه هذا دورها تراقب وتتابع. من وجهة نظرك؟ ما بصيرش اني افصل وجهة نظري عن وجهة النظر العامة، يعني كمؤسسات عامة، وبالتالي أثق بهذه المؤسسات وبرقابتها. لا نهائيا، لا كلها فاسدة وخربانة، ولا في رقابة ولا نهائي، ولا على الأغذية ولا غيره أصلا. مزبوط بيحكي، لأنه كليات أمور معنية منتهية بدهم يمشوا الوضع كيف ما كان. أنا اللي بشوفه يعني على حسب ما يعني يظهر يوميا من خلال تقارير وزارة الصحة وهذا، إنه ما في نهائيا رقابة. نعم، هلا إن شاء الله بنأمل يعني يكون في رقابة كافية. بالعادة لا، بالعادة لا. أنا لا، بقصده إنه في مراقبة، ولكن إنه يعني بالنسبة للتجار مش مهتمين ولا مكترثين لهذا الموضوع. كل يوم بنسمع في أسماك، في دواجن، في لحوم، في مواد تموينية كلها فاسدة. الحمد لله رب العالمين. في إن شاء الله. أنا أنت شايف كيف الأسواق، وال يعني ننزل على الأسواق بنتفرج بنشوف بعيننا، يعني ما في رقابة.